رسالة موجهة إلى أبناء شعبنا العظيم صاحب الثورة المنادي بالإصلاح أصحاب المبادئ والأخلاق السامية. فعلا اليوم أثبتتم شجاعتكم وأخلاقكم ومبادئكم وقيمكم، وأثبتتم للعالم جميعا بأنكم عراقيون أصلاء وشرفاء، ولا تقبلون الذل ولا الهوان، وأثبتتم للعالم مبادئكم الإنسانية وتعاونكم في خدمة الوطن، وهذه ثورتكم هي مطالبة بحقوق كل العراقيين بدون استثناء. واليوم وأنتم تقفون في ساحة التحرير تجدون خلفكم 11 محافظة من محافظات المناطق الجنوبية أيضا هي واقفة لمساندتكم. ونعلن اليوم نحن شيوخ عشائر المحافظات الجنوبية والمحافظات الفرات الأوسط والمحافظات الغربية بالوقوف إلى جانبكم ومساندتكم ودعمكم بكل قوة.